السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثالث الثانوي المقرر عرب 302، اسم الدرس العدد والمعدود. أهدافنا لدرس اليوم أن تتعرف عزيزي الطالب مفهوم العدد بنوعيه الأصلي والترتيبي، أن تميز صور العدد الأصلي وأحكام معدوده، أن توظف العدد بنوعيه الأصلي والترتيبي في حل التدريبات. نشاط تعليمي، تأمل ما يأتي من الأمثلة. لاحظ عزيزي الطالب فيما سبق من الأمثلة، تجد أن الكلمات التي باللون الأخضر وهي واحد، اثنتان، 25,000، وثلاثة هي أعداد تدل على كمية الأشياء، لذا فهي أعداد أصلية. وأما الكلمات التي باللون الأزرق وهي الأولى والرابعة هي أعداد تدل على ترتيب الأشياء، لذلك فهي أعداد ترتيبية. أولاً العدد الأصلي، هناك أربع صور للعدد الأصلي: ألف العدد المفرد من واحد إلى عشرة، ويضم إليها مئة وألف ومضاعفاتهما. باء العدد المركب من 11 إلى 19. جيم العقود وهي 20, 30, 40, 90. دال المعطوف وهو عدد مفرد من 1 إلى 9 مع أحد العقود 20, 90، كأن نقول 21, 35. أحكام العدد والمعدود. أولاً، حكم العدد من حيث التأنيث والتذكير. لمعرفة أحكام العدد من حيث التذكير والتأنيث، لابد من النظر إلى نوع المعدود إن كان مذكراً أو مؤنثاً، ويكون ذلك من خلال صيغة المفرد. فإذا كان المعدود جمع مثل كلمة مدارس، نعيده إلى مفرده: مدرسة. مدرسة هنا مؤنث، إذن فالمعدود مؤنث، وعليه إما أن يوافق العدد أو يخالفه، وذلك بحسب القواعد الآتية: العددان واحد واثنان. يأتي في ثلاثة صور: العدد المفرد، العدد المركب، العدد المعطوف. تأمل عزيزي الطالب هذه الأمثلة. من خلال الأمثلة السابقة يلاحظ ما يأتي. المثال الأول: ولد واحد، ولدان اثنان، العدد واحد مذكر، والمعدود ولد مذكر. وإذا جئنا إلى المؤنث نلاحظ الأمر نفسه: واحدة مؤنث، وبنت مؤنث كذلك. إذن فالعدد واحد واثنان يطابقان المعدود دائما، والأمر ذاته في صورة العدد المركب لدينا 12 عينا. عينا مؤنث، اثنتا مؤنث كذلك.
وفي العدد المعطوف لدينا 21 رجلاً، رجلاً مذكر، واحد مذكر كذلك. نعيد فنقول أن العدد واحد واثنان يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث دائماً. باء الأعداد من 3 إلى 9. اقرأ ما يأتي من أمثلة وادرس العدد ومعدوده. يأتي في 3 صور: العدد المفرد، العدد المركب، العدد المعطوف. من خلال الأمثلة السابقة يلاحظ ما يأتي. المثال: 3 أيام. العدد 3 مؤنث، أيام لنتوصل إلى نوعها مذكر أم مؤنث. كما قلنا سابقا نعيد الكلمة إلى مفردها: يوم، يوم مذكر، 3 مؤنث. إذن فالأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، وكذلك هو الحال في العدد المركب. ومثاله: عندي 13 كتابا، كتاب مذكر، 3 مؤنث. العدد المعطوف: وجدت في القاعة 25 طالبا، طالبا مذكر، 5 مؤنث. نعيد. الأعداد من 3 إلى 9 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. جيم العدد 10. اقرأ ما يأتي من أمثلة وادرس العدد ومعدوده. يأتي العدد في 2 صور: العدد المفرد والعدد المركب. اقرأ الأمثلة الآتية. من خلال الأمثلة السابقة يلاحظ ما يأتي. أولاً: العدد المفرد، فأتوا ب10 صور. صور نعيدها إلى مفردها فتكون صورة، وهي مؤنث، 10 مذكر. المثال الثاني: فكفارته إطعام 10 مساكين، مفرد مساكين، مسكين، وهذه الكلمة مذكر، 10 مؤنث. إذن لاحظنا أنه في العدد المفرد يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، وأما في العدد المركب فيختلف الحال. لدينا: وبعثنا منهم 12 نقيبا، نقيبا مذكر، 10 مذكر كذلك. وإذا انتقلنا إلى المثال الثاني: كتب الشاعر 16 قصيدة، نلاحظ أن قصيدة مؤنث وكذلك 10 مؤنث. إذن فالرقم 10 إذا كان عددا مركبا يطابق المعدود في التأنيث والتذكير. دال أعداد العقود والمئات. اقرأ ما يأتي من أمثلة وادرس العدد ومعدوده.
من خلال الأمثلة السابقة يلاحظ ما يأتي: أعداد العقود والمئات لا تتغير سواء أكان المعدود مذكراً أم مؤنثاً. في كل سنبلة 100 حبة، حبة مؤنث. وإذا انتقلنا إلى مثال آخر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. نلاحظ أن العدد 100 و1000 لا يتغيران، إذا تغير المعدود سواء كان مذكر أم مؤنث يبقيان على حالهما. هاء ملحقات العدد الأصلي. هناك كلمات تلحق بالعدد الأصلي هي ليست من ألفاظ العدد المعروفة، ولكنها تؤدي معنى وتسمى كنايات العدد، ومنها بضع وبضعة، ومثال ذلك بضعة رجال، بضع نساء، ومعناه من 1 إلى 9. هنا في صورة المفرد جاءت أيضا في صورة المركب بضعة عشرة رياضيا، بضعة عشرة رياضية، ومعناه من 11 إلى 19. الكلمة الثانية هي نيف، مثال: كتبت 20 سطرا ونيفا، وصل 50 ضيفا ونيف، معناه من 51 إلى 59. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 100 و1000 يمكن أن يلحق بها لفظ نيف. نشاط تطبيقي جزئي. اكتب الأعداد في الجمل الآتية ألفاظاً، واضبط العدد والمعدود بالشكل. الجملة الأولى: اشترى أحمد 5 أقلام. كيف توصلنا إلى هذه الإجابة؟ أقلام جمع، نعيدها إلى المفرد فتصبح قلم، وهي مذكر. الأرقام من 3 إلى 9 تخالف المعدود، فيجب أن يأتي الرقم مؤنث، فخمسة هي الإجابة. اشترى أحمد 5 أقلام. الجملة الثانية: فازت بالجائزة 9 لاعبات. لاعبات نعيدها إلى المفرد فتصبح لاعبة، وهي مؤنث ويجب أن يخالف العدد، فتكون الإجابة 9. فازت بالجائزة 9 لاعبات. الجملة الثالثة: حفظ الطالب 15 سورة. سورة مؤنث، 5 قلنا أنه يخالف، فمذكر خالف المعدود. الرقم 10 إن جاء مركبا فهو يوافق المعدود، فأصبحت الإجابة: حفظ الطالب 15 سورة. وأما الجملة الأخيرة: طالعت 100 كتاب. الرقم 100 لا يتغير سواء كان المعدود مؤنث أو مذكر. باء: اكتب جملتين حسب المطلوب، واضبط العدد والمعدود بالشكل. أولا، جملة تتضمن عددا أصليا مفردا. ثانيا، جملة تتضمن عددا أصليا مركبا. الجملة الأولى: وصل 4 ضيوف. ضيوف جمع،
نعيدها إلى المفرد فتصبح ضيف، ضيف مذكر. إذن يجب أن يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث فتصبح أربعة، وصل أربعة ضيوف. الجملة الثانية، نجح 17 طالبا، طالبا مذكر. الرقم 7 يجب أن يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا كان طالبا مذكرا يجب أن يكون الرقم 7 مؤنثا. 10 قلنا في الرقم 10 إن كان مركبا يوافق المعدود في التذكير والتأنيث، لذلك أصبحت الجملة نجح 17 طالبا. انتهينا من العدد الأصلي، ننتقل الآن إلى العدد الترتيبي. تعريفه هو العدد الذي يدل على ترتيب المعدود بين معدودات محددة، كأن نتحدث عن ترتيب الطلاب في الصف من حيث التفوق، فنقول الثاني والثالث والرابع والخامس. فالعدد الترتيبي هو لفظ مأخوذ من العدد الأصلي، يدل على الترتيب العددي للأشياء. ثانياً، العدد الترتيبي أقسامه. ينقسم العدد الترتيبي إلى 5 أقسام. ألف، الأعداد الترتيبية المفردة من 1 إلى 10، مثال الدرس الأول، المدينة الأولى. باء، الأعداد الترتيبية المركبة من 11 إلى 19، مثال الدرس 11، المدينة 11. جيم، الأعداد الترتيبية المعطوفة، مثال الدرس 21، المدينة 21. دال، العقود الترتيبية، مثال العام 50، السنة 50. هاء، المئة والألف وما زيد عليه 3 أصفار، مثال الكتاب 100، السنة 100، السطر 1000، السيارة 1000. حكم العدد الترتيبي، يطابق معدودة في التذكير والتأنيث دائما، سواء كان العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا. ومثال ذلك العدد المفرد، قرأت عن زنوبيا الأولى، زنوبيا مؤنث، وكذلك جاء العدد مؤنث. محمد هو الطالب الرابع، الطالب مذكر وكذلك العدد مذكر. وإذا انتقلنا إلى العدد المركب، لويس 15، الخامسة طابقة في التذكير لويس. قرأت القصيدة 12، نلاحظ أن 2 جاءت مؤنثا كما هي القصيدة، كلمة القصيدة مؤنث. وإذا كان العدد معطوفا، مثاله أقمت في مكة إلى نهاية الليلة 27، 27 جاءت مؤنث كما هو حال المعدود الليلة مؤنث. نشاط تطبيقي جزئي، اكتب الأعداد التي بين القوسين ألفاظاً واضبط العدد والمعدود بالشكل. السنة 15،
10. قلنا أن العدد الترتيبي يوافق المعدود في التذكير والتأنيث. الخامسة جاءت الكلمة مؤنث كما هو حال المعدود السنة. الليلة السابعة، السابعة مؤنث كما هو حال الليلة. القرن الحادي والعشرون، الحادي مذكر وكذلك معدود، القرن مذكر أيضا. الأعداد الترتيبية تطابق المعدود في التذكير والتأنيث. إعراب العدد، أعرب الأعداد التي تحتها خط فيما يأتي. العدد 8 جاء فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فاعل للفعل يحمل. الجملة الثانية عليها 19 مبتدأ مبني على فتح الجزئين. الجملة الثالثة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. 12 تعرب لوحدها خبر إن مرفوع بالألف لأنه مثنى. 10 عدد مبني على الفتح. الاستنتاج، نستنتج أن جميع الأعداد معربة باستثناء الأعداد المركبة من 11 إلى 19 تكون مبنية على فتح الجزئين ما عدا العدد 12، حيث يعرب الجزء الأول منه إعراب المثنى ويكون الجزء الثاني مبنيا على الفتح. بعد أن انتهينا من إعراب العدد ننتقل إلى إعراب المعدود. أعرب المعدود الذي تحته خط فيما يأتي. الجملة الأولى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ليال وأيام مضاف إليه مجرور بالكسرة، ونلاحظ أن الكلمة جمع. الجملة الثانية قابل المدير 71 مذيعا. مذيعا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة، مفرد منصوب. الجملة الثالثة باع الناشر 1000 كتاب. كتاب مضاف إليه مجرور بالكسرة، مفرد مجرور. نستنتج إذن أن تمييز العدد من 3 إلى 10 يعرب مضافا إليه ويكون جمعا مجرورا. تمييز العدد من 11 إلى 99 يعرب تمييزا ويكون مفردا منصوبا. تمييز الألف والمئة والمليون يعرب مضافا إليه ويكون مفردا مجرورا. تطبيق شامل، اكتب الأعداد التي بين القوسين ألفاظا واضبط العدد والمعدود بالشكل. ركب الحافلة 9 طلاب. طلاب جمع مفردها طالب.
إذن يجب أن يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، فيكون العدد مؤنث ركب الحافلة 9 طلاب. الجملة الثانية: نجحت في الامتحان 17 طالبة. طالبة مؤنث، الرقم 7 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، وأما الرقم 10 إذا جاء مركبا فهو يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، لذلك أصبحت الجملة: نجحت في الامتحان 17 طالبة. باء: اكتب جملتين من إنشائك حسب المطلوب. أولا، جملة تتضمن عددا معطوف العقود، ثانيا جملة تتضمن عددا ترتيبيا. الجملة الأولى: كتب الطالب 25 سطرا. هنا العدد المعطوف. الجملة الثانية: وصل الضيف 15. ونلاحظ أن الأعداد الترتيبية توافق المعدود في التذكير والتأنيث، الضيف مذكر وكذلك العدد 15. أشكركم على تفاعلكم، وإلى اللقاء في درس آخر.